أمريكا تقدم لليمن مبادرة جديدة ومغرية لوقف الحرب في البحر الأحمر، وصنعاء تعلن ردها. إليكم تفاصيل الخبر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكدت صنعاء رفضاً عسكرياً أمريكياً جديداً، وأفاد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي في مقابلة تلفزيونية بأن العرض تضمن اعترافاً أمريكياً رسمياً بحكومة صنعاء مقابل التوقف عن استهداف السفن الإسرائيلية. وأرجع البخيتي الرفض إلى اشتراط الأمريكيين وقف العمليات ضد إسرائيل مقابل ذلك. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في آخر تصريح له نقل بلاده رسالة عبر إيران بشأن التطورات في البحر الأحمر. وجدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط خلال اتصال مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استمرار العملية اليمنية ضد إسرائيل حتى انتهاء الحرب على غزة، كما لوح في وقت سابق بتوسيع العمليات اليمنية